جو عند القوسين اللي غادي يفتحهم نورس وغادي يهضر لينا على الضيف ديالنا يوسف بريطل بطريقه السلام. تفضل. حصل لي الشرف. كاينه واحد اللعيبه قبل ما نبدا غنقولها، انا ديما بلي حتى انا تنعرفك مده هذه قبل ما نشوفك، ديما تجيني الابتسامه ديالك تتخبي شي حاجه، تتخبي شي حاجه لداخل، هذه زعما من صديق لصديق ديما تجيني عنده مخبي، واش حزن، واش الحزن الفنان ولا الله اعلم، كل شنو عنده لداخل. نو كومنت يقول. وتقبل مني هاد السطيرات ما فيهمش بزاف د المعلومات اكثر ما فيهم الحب اللي كل انجاز. قبل ما تقول السلام كتقول باش ما يجيش يقول لي تواضع بزاف، كتقول لهم بيوغرافي كبيره احترام ما تخجلش تواضعي. نطلب من الاداره الاعمال الفنيه والموسيقى يعاوني يصيفط لي الموسيقى. لا بغيتي تعرف كي تتعيش الوجوه، سكت وغير شوف، يقد يبان انسان عايش بألف ماسك، يقد يبان لك انسان مبتسم وقلبه موجوع، ما بين فيلم سالم وفيلم الخاوة، عشر سنين تبخرات طارت في الهوا، ما تبخرات ما طارت في الهوا العزيز، خرجت لينا مخرج كبير في المستوى، يوسف بريطل ولد مكناس، بديتو كان صغير ماشي كي الناس، بديتي نيشان طلعتي لفوق الخشابة، وبدا المشوار ديال الفنان وسط الحلابة، نمبر وان بديتيها في شي أدوار، كمقدم دخلتي عندنا تال الدار، عايش بين الفنون جوال رحال، حنت عارف الدنيا تقد تقطع الحبال، فيلم الشعيبية كان أكبر امتحان، نجحتي فيه ضرب من تحت الدف والإتقان، تحديتي بفيلم المسيرة أكبر المحان، نموت ونموت ويحيا الوطن. ضروري العزه العشيه. تبارك الله عليك، تنشكرك. بوشتي ذاتي ما عمر شي واحد ما قال عليا شي حاجه.